اتحاد الأعراف في صفاقس، اتحاد الأعراف اللي يطلق صيحة فزاع لوضع حد لتدفق المهاجرين غير النظاميين على الجهة. سي سليم مراكشي معنا بالتليفون، صباح النور سي سليم. بخير، شكرا على الاستضافة وتحية لمستمعي شمس فام. شكرا سي سليم، شكرا على قبول التدخل. شنو اللي صاير بالضبط على علاقة بالمهاجرين في صفاقس سي سليم مراكشي؟ والله هو اللي صاير كونه صفاقس اليوم احنا ما زلنا نعانيو في أزمة نفايات ما تحلش، نقاو احنا اليوم في أزمة جديدة تتمثل في تدفق المتنامي للمهاجرين غير النظاميين اللي قادمين أساسا من الدول اللي هم الصحراء. ظاهرة زي راي انطلقت عند سنوات احنا منذ الثورة، ولكن ظاهرة القدوم المهاجرين من جنوب الصحراء لاجتياز السواحل التونسية في اتجاه اوروبا، وكان ديما صفاقس هي منطقة العبور الأساسية للمهاجرين هذوما. بون باش ندوى فيه كان العدد محدود، كانوا بعض المئات اذا ما نقولوش بعض الالاف اللي يجيو لصفاقس في اطار العبور خاصة عبر السواحل القارة الأوروبية. اما توا عندنا مده سنه ولات الظاهره هذه ما عادش منحصره في بعض المئات وبعض الالاف، ولينا اليوم في صفاقس فيها عشرات الالاف من المهاجرين غير النظاميين، وهذا من عشرات الالاف ولاو في اطار اقامه غير نظاميه، ما عادش في عبور ولاو ساكنين في صفاقس، ساكنين في دون دي كونديسيون فريمون غير انسانيه، معناتها هذوما عباد ولاو يسكنوا في المساكن المهجوره، يسكنوا في الاماكن المهجوره. كيف الوضع نتاعهم وضع غير قانوني، دونك لا يجمو يكريو ويسكنوا ولا يجمو يخدموا. دونك اليوم عندنا احنا اليوم في صفاقس عندك عشرات الالاف من المهاجرين غير النظاميين اللي موجودين بطريقه غير قانونيه. سي مراكش، انت حسب رايك هما بضع عشرات الالاف؟ رقم كبير جدا تقول فيه. رقم كبير يقول لك بضع، ما نعرفش فما ارقام يحكيوا على 40 30000، ما شفنا حتى 30000 و 70000. معناتها يزم تابل هذا انطباع. اي سي سليم، بطبيعه ما واحد مش على عين المكان، بطبيعه من يصير فيك انت هذا انطباع معناها حسب ماريتو، والا ثم بعض المصادر اللي اعطت بعض المصادر تعطي ما بين 30 و 40 الف موجودين في مدينه صفاقس. دونك اليوم الوضعيه هذه هي وضعيه تقلق هذوم المهاجرين غير النظاميين وتقلق متساكنين ولايه صفاقس. تعرف احنا اليوم راه نعطيك فكره، احنا في نقص من المواد الاساسيه، السكر والفرينه وغيرها، راهو الصفوف اللي نلقاهم صباح قدام لي ماكازا كلهم الاجانب الغير مهاجرين جايين صفوفهم ياخذوا طلعهم. اي هذا من حقهم بوجودهم قانوني او غير قانوني، سي من حقهم، هم موجودين ومن حق الدوله، من واجب الدوله التونسيه اني تأوي كل شخص موجود، معناها هذايا بغض النظر على وجوده بصفه قانونيه او غير قانونيه. فهمت؟ تفضل. احنا ما قلناش احنا راهي تونس بلد مضيافه، احنا عبر التاريخ بلد الكرم مضيافه ومرحبا بكل ضيوفنا، اما كيبدا موجودين اعطيهم لي كونديسيون باش يعيشوا فيها. معناها انت حسب رايك السلطات العموميه ما عطاتش الاضافه، معناها الاهالي صفاقس عايشين مشاكل في التزود والتزويد والتزود، وجود الاشخاص هذوما اللي هما يحبوا يمشيوا في اتجاه اوروبا زاد عمق الازمه حسب رايك. زاد احنا اللي قلت لك احنا كساد اقتصادي والوضعيه معناتها تعرف احنا نمر بازمه اقتصاديه حتى، واليوم معناتها وجودهم في صفاقس احنا ما احناش احنا كما قلت لك احنا انسانيا مرحبا بهم، مرحبا بكل ضيوفنا، اما خويا فما قانون فما نواميس راهو في العالم كامل، العبور والاقامه عندها شروط عندها ضوابط. يا خويا انت كدوله اعطيهم شاتي قامه ظرفيه باش يجم السيد يكري وباش يجم يخدم. هم ما ينجموش يكريو حتى في النوار، نعرفوا البعض التوانسه يكريو حتى يخدموا في النوار. بالكل قبل خدمناهم، اما مده اشهر عملوا حمله امنيه وخرجوهم من العمل، كله عملوا محاضر العباد تخدم فيهم. تقصد بعد البيان نتاع رئيس الجمهوريه سي سليم؟ لا قبل هي صحيح ثم حكيت شهرين تالي وخسرت ذاك البيان، وكل وقت صارت حملة كبيرة وحتى اللي كانوا يخدموا في حضارة البناء ولا في المساكن خرجوهم الكل وعملوا محاضر للتوانسة، معناتها شكون مازال يخدم يقول لك خويا ما يخرجش تيس. هذا ما يفسر انطباع لدى المواطنين في صفاقس انه عددهم كثر خاطر ما عادش عنده فين يسكنوا، دونك خرجوا للشارع، دونك اللي يتعدى ينجموا يضروا عددهم كثر، في حين انهم يمكن كانوا قبل عندهم مكان يخدموا فيه، عندهم مكان يسكنوا فيه، ما كانوش يمثلوا نفس المشكل اللي مثلوا اليوم.
هو راهو العدد كيما قلت لك راه اللي اليوم موجودين في قبل كانوا محصورين في زوز دافع احياء يسكنوا فيهم ويقوموا يشوفوا اليوم راهو كي تدور سياق في الكل في كامل الاحياء موجودين عايشين في كامل الاحياء اليوم مدينه العتيقه في سياق اللي هي القلب النابض للتجاره ما عادش تدخل راهو مداخل المدينه العتيقه كلهم اسواق للبضاعه الافريقيه ومسكرين المنافذ كل بالاسواق نتاعهم عندهم نشاط اقتصادي هما بيدهم غادي هذا كله راهو يزمو يتنظم راهو مرحبا بكل انسان نظيف عندنا ما في طرق قانوني منظم. باش نسالك تسليم بعد الزياره اللي عملها رئيس الجمهوريه وكانت تبين لنا احنا خدمناش في سفيق وين بالضبط مشى رئيس الجمهوريه والتقى بمواطنين من جنوب الصحراء. هو كي جا السيد رئيس الجمهوريه في سفيق مشى لباب الجبلي، باب الجبلي هي سوق سوق السمك الكبيره في سفيق السوق المركزيه مشى غادي فما كيما قلت لك فما سوق كبيره للاخوه المهاجرين من جنوب الصحراء. دونك مشى للمنطقه كي التقى مع بعض ممثلين عن المهاجرين غير النظاميين وعين العين كان عين الوضعيه اللي عايشين فيها المهاجرين غير النظاميين. احنا استبشرنا خيب زياره السيد الرئيس ونتمناو كانوا نلقاو اليوم قرارات ما تبدل شيء سي سليم بعد ما جاء السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. صراحه الى يوم هذا ما تبدل شيء من منذ اسبوع من ازاله السياق اليوم هذا ما لاحظناش حتى تغيير. احنا تو ماذا بينا كيما قلت لك احنا راهو احنا مرحبا بهم اي ضيف في تونس مرحبا به مرحب به اما في اطار قانوني وفي اطار شرعي باش نجموا باش نحافظوا على السلم الاجتماعي والرفاهيه الاقتصاديه. كمجتمع مدني فماش مبادرات في صفاقس حتى هذه مطالبه السلطات العموميه بتسويه وضعيتهم باش العباد هذوما ينجموا يخدموا يكون عندهم مورد رزق ما فماش مبادرات من هذا النوع او بعد الحمله اللي صارت كفت كل المبادرات المجتمع المدني في صفاقس؟ والله كيف كانت مبادرات انا بعد الحمله اللي صارت وقفت مبادرات معناتها وحاجه اخرى حبيت نقول لك احنا اللي يقلق في صفاقس اليوم راهم هذوما المهاجرين يجيو لصفاقس راهم يمشيوا عشرات الكيلومترات على ساقيهم ويدخلوا لصفاقس من جميع المداخل معناتها انت اليوم هذوما يدخلوا الحدود التونسيه ويجيو لصفاقس ويمشيوا 10 كيلومترات ولا من حسيب ولا من رقيب معناتها نورمالمون فما كنترول يصير يا خويا انت مرحبا بيك مرحبا بيك فما مراقبه فما باش ما نوصلوش للاوضاع هذه وتو بدينا في مشكل جديد تو شفنا في ولا تعارك ما بين المهاجرين هذوما ما بين المستكنين فيها دخلنا في منهرج خطير معناتها انت تنبه انه الوضعيه هذه تنجم تخلق مشاكل بين المواطنين التوانسه بالطبيعه اذا ما تكونش في اطار مقنن واذا ما تنظمش راهو سنصل الى ما لا يحمد عقباه معناتها شراره خطر ونواقيز الخطر بدات تدق الموضوع هذايا ان شاء الله ما نحبوش نوصلوا للمستوى هذايا بالعكس احنا نحبوا كما قلت لك احنا نحبوا وجودهم يكون قانوني ويكون منظم ومرحبا بهم ويمكنوهم من العمل ويمكنوهم بالشكل ديال بطريقه قانونيه بالطبع ويعطيهم شهاده اقامه ظرفيه 3 شهور ولا 6 شهور للطون اللي كانوا خدموا امور واضحه مرحبا به كاين شي حاجه المواطن الاصلي واضح ان شاء الله صوتك يكون وصل ان شاء الله صوتك يكون وصل سي مراكشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاعراف في صفاقس دخلت معنا مباشره في الهاتف للحديث عن نصيحه الفزاعه اللي توقع الاتحاد يوضع حد لتدفق المهاجرين غير النظاميين في الجهه هو بالاحرى لايجاد حل لتواجد الاشخاص هذوما بما انهم والقوا رواحهم في وضعيه غير قانونيه لا ينجموا يخدموا لا ينجموا يسافروا دونك يلزمنا نسوي الوضعيه نتاعهم وعلى الدوله التونسيه واجب الايواء والاعتناء بهم وهذا واجب انساني.